هل هناك علاقة بين زيارة الرئيس السوداني سوريا وإعادة فتح بعض السفارات العربية في دمشق وبين قرار واشنطن الانسحاب من البلاد؟ هل ستتحول منطقة شرقي الفرات في سوريا إلى ساحة صراع دولي بعد القرار الأمريكي، أم هي بداية لتسوية الصراع؟ ما انعكاسات إعلان ترامب على المشروع الكردي في شرقي الفرات؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان انسحاب أمريكا من سوريا، الرابحون والخاسرون.